لبنان كله بيحكي فيه، كل مطاعم الحلو كان عنده دعوية. نحن هون حلويات الداعوق. كم سنة صاركم؟ يعني من 62. يعني الداعوقية أكلة العالم حبتها، ضاعتها باب أول، الفستق الحلبي باب أول، الكاجو قدامك باب أول، القشطة باب أول، يعني والحمد لله كله تمام، حبة العالم واللقمة الطيبة والجودة والنوعية، يعني هيدا شيء بيشوف الحال الواحد فيه. بدنا نعمل صدر دعوية. نحن بلوكا حتشوف بعينك والعالم كل حيشوف. شوف جوة القشطة هيدا. هيدا القشطة الأصلية الأصلية. مش المطبوخة والمضروبة. هيدي المكونات هي ذاتها. نحن ما غيرنا شيء ببضاعتنا أبدا. بعد الفستق مثل ما هو، قشطتنا مثل ما هي، بضاعتنا مثل ما هي. كل البضاعة مثل ما هي بتاجي بخاطرك. بعد الطعم القديمة موجودة. وهيدي العالم كلها بتعرف هالشيء. هون بتعرف انت وضيقها عنا من قبل، بتعرف شان الدعوية، اغلبية العالم بتعرف. هيدي القشطة صارت عنا هون يا معلم جاهزة. الصدر الكامل تقريبا ما يعادل 18 كيلو هو ذاته. شوف عنا هون كاجو الحب، هيدا اللي كله بيستعمل كسر. نحنا بس بالحبة بنشتغل. الأخضر شو؟ الأخضر هذا الفستق اللي ما حدا بجيبه إلا نحنا. هذا الفستق ما فيني أعطي اسمه بالضبط بصراحة، بس فستق الصافي الأخضر الطيب اللي قلبك بحبه، اللي ما في جنس اللون وما في شيء أبدا أبدا. كله بنعمل على أصوله هون بكل أناقة بكل ترتيب بكل اهتمام. والحقني على هذا الصدر تفضل. شوف نرجع نجي على مرحلة شو منحط بكعبة. هيدا اللي بيقولوا عنه غزالة شي، بس هيدا الفستق اللي ما في منه إلا عنا. ليه الغلط ممنوع وكش ممنوع؟ ممنوع. هيدا ما هيدا المبدأ اللي عنا إياه. هذا الفستق فرش، كله فرش وطازة على ذوق ذوقك. اعطونا صدر القلب يا شباب. لا. كلها بالفستق معمولة. ها؟ تابع معي. شيل هيدا هيك. اعطيني مشحاف. شوف لنا منظر. شوف لنا قصة. خلي خبركم عن شيء كتير مهم. خلي خبركم عن شقفة قطعة حلو عادية مثل غيرها، بس هيدي شقفة قطعة الحلو بتسكر العيون وحدها.
هيدي ما بدها قطر، بتتاكل مثل ما هي. ممنوع تستعملوها شوك وسكين، بالاصابع اصبع تحت اصبع فوق، بقلبها قشطه سميكه سنتي، شويه عجينه الفستق من فوق، عجينه الفستق من تحت، وقرشه الكاجو بتاخذ العقل. اول زياره كانت بال 2014، جيت لهون على طريق جديد عند الدعوق واكلت شيء بمجد الخالق، بيوقف شعر الراس، وقلت نو واي. ومن وقتها برمت العالم والعالم كلها بتجي على رمضان بتوقف بالصف، لانه هالشيء بياخد العقل. كتير جربت قلها، دول كل سميها زيت الشي وحدا سمي برامة على اسم محل، بس هاي غير. كيف بيعملوها ما بعرف، ليش هالقد طيبة ما بعرف، كيف توقف هالوقفة بلا ما توقع من بعده لحدا، لليوم ما حدا بيعرف. بدي اكل معك؟ قول بقى بتموت. بدي سكر من فوق شوي، سكر شوي من تحت، قشطة من النص، وقرنجة والدلع. قول بتخلصوا اول لقمة، بتكفوا على تاني وحدة، والنفس بتطلب التانية دغري وراها. بتعرف انا مرتي مش ضايقتهم؟ بقول لك ليه؟ لانه كل ما اشتري كيلو من عندكم بيكلوا على الطريق، بوصل بلا شيء. فزاك انا هلا رح ياخذ معنا شوي اكثر طيب الا شيء. اهلا وسهلا. ده اول معمول الفستق الحلبي، اللي هو ليك فستق حلبي، يعني فستق حلبي مش الصبغة ومش الاساس. بعده طالع طازة كله فرش بفرش، دوق وخليه هو يحكي. كثير مهم. بعرف سخنين؟ ايه؟ طازة كله؟ شيء كتير مهم. طلع اهو. شو كيف بيفرط؟ من جوا؟ وما في قرشة سكر والسمنة بست ايفر. واو. يا سلام.